الأخت أمة الرحمن من طرابلس حقيقة تتحدث عن النقاش الآن الحاصل في، تقول بأن هناك إفراطا وتفريطا، في هناك غلو في الحقيقة في التبديع، وفي غلو في طاعة ولي في الأمر بطاعة ولي الأمر، كما أن هناك إفراطا في الاتجاه للعلمانية والليبرالية. وتقول هي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال تركتكم على المحجة البيضاء، هي تقصد قالت بأن المقصود هو الوسطية. ما تعليقكم الشيخ على ونصيحتكم في هذا الباب؟ بالنسبة للإسلام، احنا عندنا فعلا دين وسطي، وهذا بنص القرآن، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط هنا معناها العدالة، مش الوسط يعني قضية الوسط المعروف المصطلح اللغوي المعروف، معناها العدل. لكن هو العدل نفسه ما هو؟ هو فعلا بين إفراط وتفريط. هذه هي قضية الوسطية الإسلامية، لا فيها إفراط في أي شيء، وحتى في قضية العبادة هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن نأخذ منها ما نطيق، وبين لنا أن أحب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى هي ما داوم عليه الإنسان. فإحنا عندنا لا إفراط ولا تفريط، بل بينهما. وفعلا يعني هذا موجود في مجتمعنا الآن، عندنا الإفراط في أشياء كثيرة، وعندنا التفريط في أشياء أكثر. فهل ما قالته صحيح؟ نعم. هذه المرأة بارك الله فيها. نعم.